أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه استكمالا لجهود الوزارة في ملاحقة الهاربين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وتتبع أنشطتهم الإجرامية، وأكدت المعلومات اختباء 5 من مسلحي حركة حسم الإرهابية بمنطقة العبور في القليوبية. وحال اقتراب القوات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل مع مصدر النيران عن مصرع عدد 5 عناصر. سعادة السفير، يعني كيف تقيم أداء أجهزة الأمن المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية كحركة حسم؟ مما لا شك فيه أن الأجهزة الأمنية بتقوم بمجهود جبار لمتابعة وملاحقة العناصر الإرهابية، سواء كانت العناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بمختلف مسمياتها أو الجماعات الإرهابية الأخرى. وإذا بحثنا الأمر وحللنا الأمر في ضوء ما شاهدناه داخل مصر خلال السنوات القليلة الماضية، أعتقد أن وزارة الداخلية استطاعت أن هي تحقق نجاحات كبيرة جدا في توفير الحماية والأمن للشعب المصري. وطبعا ونحن نتحدث في هذا يجب أن نتذكر شهداء وزارة الداخلية، سواء من ضباط أو صف ضباط أو جنود، وكذلك حضرتك أسرهم. ويجب وإني على ثقة أن وزارة الداخلية والدولة لن تنسى أسر شهدائنا جميعا، فشهداء الداخلية هم شهداء الوطن. وأنتهز هذه الفرصة لأوجه لهم تحية خاصة على بمنتهى الصراحة التضحيات الكبيرة اللي بيقدموها من أجل الوطن ومن أجل أمن المواطن ومن أجل التنمية والتقدم والرخاء. لكن طبعا الإرهاب في أي حتة في العالم له تكلفة اقتصادية، ومحاصرة الإرهاب والقضاء عليه مما لا شك فيه بيخدم مصر وبيخدم المواطنين المصريين جميعا. فشكرا للداخلية، وتحية تحية للعائلات العاملين الضباط وصف الضباط والجنود في الداخلية، وكذلك شهداء القوات المسلحة. مصر بتخوض حرب كبيرة جدا ضد الإرهاب، والحمد لله نجحنا لحد كبير جدا في احتواء الإرهاب.